معاناة مستمرة منذ 10 سنوات يعيشها أهالي قرية العطف التابعة لبلدية باطن الجبل بسبب عدم استكمال توصيل شبكة التيار الكهربائي لمزارعهم. نمتلك مزارع فاقدين الكهرباء من أثناء الحرب، واستمرينا بدون كهرباء لعندما رجعت الكهرباء سنة 2013 للمسجد، والمزارع المقاربين للمسجد عادوا إنتاجهم وسكنوا الأهالي، ويتمنوا المنطقة بالكامل ترجع لها الكهرباء باش تعيد المدرسة وتعيد الحياة في المنطقة من جديد. وقعدنا في الانتظارات كل سنة، السنة هذه الميزانية القادمة نوصلوا الكهرباء، وقعدنا ننتظروا كانش في أسامي المدراء بتاع شركة الكهرباء، استبدلوا فلان وجابوا فلان، والآن ما هناك شيء. تسبب انقطاع الكهرباء في القرية بأضرار لحقت بالأشجار إضافة إلى توقف الدراسة فيها، ما جعل بعض الأهالي يهجرونها بحثا عن مكان تتوفر فيه إمكانيات الحياة بشكل طبيعي. السنة متاع 2020 جابونا الأعمدة وركبها، وقعدنا ننتظروا في الأسلاك ما يقارب تو 6 شهور ولا 7، وإحنا دايرين بالتناوب الحراسة على الأعمدة خوفا من السرقة متاعهم، ارتفاع الأسعار متاع الأعمدة والأسلاك، وخايفين نفقدوا الأعمدة من جديد. والآن قعدنا وتشبه فيه حتى المناخ اليوم ريح والناس تمسك بالتناوب، ونتمنى إحنا من شركة الكهرباء والحكومة القادمة بأن توفر لنا الأسلاك ونعيد الحياة في مزارعنا ونستقر فيها. مناشدات تتجدد للشركة العامة للكهرباء بإنهاء توصيل وتركيب الأسلاك للمزارعين التي ما زالت أبارهم خاوية وأنابيبهم تعاني الصدأ، ما يجعل القرية مهددة بالتصحر.